أول يوم في فصل الخريف رسميا وفلكيا. هيئة الأرصاد الجوية بتقول لحضراتكم النهاردة 22 سبتمبر 2024 أول أيام فصل الخريف، الجو هيكون حر رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة ورطب ليلا. في استمرار في الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. وقالت كمان هيئة الأرصاد أنه من المتوقع يكون في نشاط للرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وبور سعيد. قالت كمان ان في سرعات للرياح النهارده من 40 ل 50 كيلو متر في الساعه وارتفاع للامواج من مترين لمترين ونص. وقالت كمان هيئه الارصاد انه في فرص لسقوط امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه وجنوب الوجه البحري، وقد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري. تفاصيل اكتر عن حاله الجو والمرور مع اسماء. اتفضلي يا اسماء. شكرا يا ايه. وايه قالت لنا اخبار حلوه ان في انخفاضات في درجات الحراره، فخلينا نشوف الانخفاضات دي وتاثيرها على كل المحافظات البدايه من القاهره. القاهرة العاصمة الإدارية 6 أكتوبر، إيه ده القاهرة النهاردة 32 درجة، ده يعني من زمان ما شفناش درجة الحرارة دي، حاجة لطيفة جدا. وليلا 23 درجة حرارة متوسطة وجميلة. العاصمة الإدارية 6 أكتوبر 33-23. السلوم 29-22، العلمين الجديدة والإسكندرية 28-22. بدأت درجات الحرارة فعلا واضح إن في انخفاضات في درجات الحرارة، لكنها بالتأكيد ما زالت متوسطة. الإسماعيلية 33-24، بورسعيد ودمياط نفس متوسطات درجة الحرارة 30-26. الغردقة وشرم الشيخ برضو واضح الانخفاضات في درجات الحرارة، خصوصا العظمى دايما كنا بنلاقي متوسطات 39-40 لسه لغاية الأسبوع اللي فات، لكن دلوقتي واضح طبعا 36-27 درجات حرارة متوسطة ولطيفة. السويس 33-24. الوادي الجديد ما زالت مرتفعة درجة الحرارة العظمى 39، الصغرى 26، رفح وطابة 30-22. بني سويف والفيوم طبعا دول أولى محافظات الصعيد، درجة حرارة لطيفة متوسطة 34 العظمى، الصغرى 22، وسان كاترين 28-14. الأقصر ما زالت درجة الحرارة برضه مرتفعة في الأقصر 39 درجة ليلا 26، أسيوط والمنيا درجة حرارة متوسطة 34-22. حلايب 34-29، شلاتين 37-28، ما زالت أسوان هي اللي بتحتفظ بدرجة الحرارة الأعلى 40 درجة طبعا نهارا وليلا 27، يعني بنتكلم في درجة الحرارة في انخفاض واضح طبعا في كل درجات الحرارة. وزي أيام قالت كل سنة حضراتكم طيبين، النهاردة أول أيام فصل الخريف اللي هيمتد 89 يوم بالظبط 20 ساعة بالتأكيد، فعايزين نستمتع بيه بأقصى درجة قبل ما ندخل بالتأكيد على فصل الشتاء. إن شاء الله نستمتع بأجواء لطيفة.